زي ما قلت لكم حاسوي الوصفة حقت البقلاوة. مكوناتها مرة بسيطة وأنا بسويها بالملي، يعني ما غيرت حاجة في المقادير. عندي هنا سمن دوبته، وعندي لوز مطحون طحناه طحن يعني إلى حد ما ناعم، عجينة جلاش اللي هي الفيلو بيستري، وحليب مكثف محلى من نسلي. الأدوات اللي هحتاجها هذه التشوبستيكس اللي هي حقت الأكل الجابانيز أو التشاينيز، وأحتاج فرشة، بس هذه مرة مهمة، هنا السر كله في هذه العصاية. طيب هذه عجينة الجلاش حقتي، فردتها، هحط شوية سمن عليها. طبعا لازم تشتغل بسرعة لأنه عجينة الجلاش أو الفيلو بيستري تنشف، فلازم تغطوها، يعني أنا أطلع واحدة وأغطي الباقي بالمنشفة. هدهنها كلها بالسمن، مو طبقة مرة سميكة، يعني طبقة خفيفة، بس إنه تكون لازم كلها مدهونة. أتوقع تقدر تسووها بالزبدة، بس صراحة البقلاوة أصولها بالسمن، أي نوع سمن تبغوه. حأرش من اللوز، ما حكتر، يعني الوصفة تقول إنه بس يا دوب رشة، يعني على الفيلو بيستري الواحدة، يعني العجينة هذه الواحدة تقريبا واحدة ملعقة صغيرة من اللوز. تقدر تستخدموا لوز تحطوا عليه نكهات، وهذا محمص طبعا اللوز، أنا حمصته قبل لا أطحنه. عشان تكفف مقاس التشوبسك حقتي قطعتها كده، قصيتها بالطول بالسكينة، وبعدين هحطها وأبدأ ألف زي كذا. هذه الحركة صراحة أنا ما كنت أعرفها، أبدأ ألف زي كذا بشويش من غير ما أقطع العجينة لين الأخير. طيب هذه بعد ما لفيتها زي كذا هأضغط عليها عشان أتأكد إن هي تشربت كلها بالسمن، ما حأفغصها، يعني هضغط جنتلي. طيب بعد كده هأبدأ أضغط أزمهم على بعض، شايفين كيف؟ وخلاص هأسحبها على برا وكده تكون بالشكل ده. طبعا أنا هقصها عشان أصغرها وهسوي الباقيين. أنا عشان أول مرة أسويها فسويت كمية مرة صغيرة، هدخلها الفرن وهخليها تتحمر من تحت، وبعد كده هشغل عليها من فوق وخليها تتحمر وأوريكم كيف صارت. ما أخذت ولا 10 دقايق، 5 دقايق من تحت و5 دقايق من فوق وتحمرت على طول. هنا حطيت الحليب المكثف حق نسلي، وبس هأحركه على النار شوية، على نار مرة واطية، بس عشان يصير خفيف، يعني يخف قوامه شوية. شوفوا بعد ما سخنته كيف صار خفيف. انتبهوا بس النار لا تكون حارة عشان لا يلدع، أحس لو كمان خليته زيادة شوية على النار يبدأ كده يغمق لونه ويطلع لذيذ. المهم هذا هستخدمه زي كأنه شيرة فوق البقلاوة. أنا كنت متخوفة شوية منه إنه هي ما تزبط، بس لما طلعتها مرة ممتازة ومرة كريسبي، ما أعرف لو سامعين ولا لأ، بس سوبر كريسبي. وهنا فيها التجويف، فكرة التجويف اللي من جوا إنه يخليها كمان تتقمر من جوا، يعني ما تكون سوقي. على الوجه حطيت زيادة من اللوز المطحون، صراحة يا ريتني كترت الكمية، أحسها مرة نجحت، طبعا يبقى معانا في الفطور.